لم تكن هذه الكثرة من المعبرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن الصحابة، ولا في زمن السلف، ولا حتى في زمن الأجداد عما قريب، ما كانوا بهذه الكثرة. ولتعلموا أن بعضهم قد يجني في تعبيره في الرؤى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من سوء الحال، يأتي إلى بعضهم، وسئلت عن هذا، يأتي بعضهم إذا فسر لبعضهم قال إنك ستموت بعد أيام، أين عقولنا حتى تساق هذا السوق لكلام هؤلاء؟ فيجلس بعض الناس حبيسا حزينا من أجل هذا التعبير. واطمئن، قد يستدل البعض بحديث عند أحمد وغيره الرؤيا على رجل طائر متى ما عبرت وقعت. هذا الحديث جملة كبيرة من العلماء يضعفونه، لو ثبت بما له فيكون حسنا، لو ثبت فليس معنى ذلك أنها تقع على وجه اليقين، ما تقع على وجه اليقين والتحقق. ولذلك إذا فسرت، خذها كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، إذا فسرت لك رؤيا بتفسير ليس بحسن فابحث عن معبر آخر. لما؟ أبو بكر رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأتقاهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام قلبا، وأصفاهم ذهنا وفؤادا. في صحيح البخاري لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في تعبيره لرؤيا فقال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعض وأخطأت بعض. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه أخطأ، فما ظنك بأمثال هؤلاء في هذا العصر؟